السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا كاملين فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى ديما الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير. أنا سعيدة بلقائي معكم مرة أخرى. مرحبا بالناس الجداد اللي أول مرة كيشاهدوا القناة، معكم بشرى من قناتكم قناة بشرى للمطبخ المغربي. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو جيتكم بوصفة تقدروا تحضروها الوجبة ديال الغداء أو الوجبة ديال العشاء. كونوا متأكدين إلا حضرتوها لعائلتكم ووليداتكم غادي يحماقوا عليها بزاف. وصفة لي بسيطة بزاف، ولكن غادي تلاحظوا معايا ان شاء الله الطريقه ديالها حتى هي سهله كتحضر بسرعه بلا ما نطول عليكم. يلا نتعرفوا على المكونات. بسم الله، اول حاجه غادي نحضروا ان شاء الله هي لينوغيت بطريقه لي جديده، ان شاء الله تعجبكم وديروها هكا لوليداتكم ولعائلتكم. فبصراحه كيجي ولدات بزاف. غادي نحتاجوا ليها من طبيعه الحال صدر ديال الدجاج، وبالنسبه للاخوات كل وحده كدير الكميه على حسب افراد العائله ديالها. وغادي نحتاج من طبيعه الحال من بعد لا شابلور، وعندي هنايا حبه واحده ديال البيض. فاول حاجه كيف ما كتلاحظوا معايا بالنسبه للطريقه، فغادي ناخذ هذا الصدر ديال الدجاجه، غادي نحاول هكا نحيد اللحم من العظم. وان شاء الله المكونات ديال هذه الوصفه اللي غادي نقدم لكم اليوم غادي تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف في اول تعليق اسفل هذا الفيديو. وبالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني على الوقت اللي كتحضر فيه هاد لي نوغيت، فبصراحه ما كتفوتش ليكم واحد 10 ديال الدقائق، فبصراحه كتوجد بسرعه. فبالنسبه لي انا فحضرتهم، غادي تشوفوا معايا ان شاء الله، ومشيت كنحضر السلطه. صافي، من بعد ما قطعت هكا كيف ما كتشوفوا معايا المكعبات اللي كتكون هكا كبيره، من بعد وضعت هكا اللحم ديال الدجاج في الطحانه الكهربائيه، وغادي نطحنها حتى كتولي عندي مطحونه مزيان، فكتولي لنا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. فهنا كتولي عندنا الكفته ديال الدجاج. وبالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش هاد الطحانه الكهربائيه، فتقدروا ديروا الطحانه اليدويه اللي كنطحنوا فيها من طبيعه الحال سمك ديال السردين او لا طماطم. من بعد خديت هنايا زلافه كيف ما كتلاحظوا معايا كنوضع فيها الدجاج، وهنايا غادي نضيف ليها هنايا لا شابلور اولا الخبز المحمص المطحون. فغادي نضيف هنايا 3 ديال المعالق كبار اللي كتكون عامره مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا. وبالنسبه لهاد لا شابلور فانا كنحضرها دائما في البيت، ما كنشريهاش. فحاولوا دائما ملي يبقى لكم هكا الخبز ديالكم، كل مره ملي كطيبوا الخبز في الفران فكتدخلوا هذاك الخبز اللي كيكون بايت عندكم حتى كيقصح لكم، ومن بعد كطحنوه وكيولي لكم بهذا الشكل. هنايا غادي نرجع لكم الوصفه، فضفت هنايا كيف ما شفتوا معايا شويه ديال الملحه شويه ديال البزار، وهنايا كنزيد واحد الفص واحد ديال الثومه اللي غادي نسم به ان شاء الله هاد الدجاج. وتقدروا تنسموه باي حاجه عندكم، الا عندكم بودره ديال الثوم فتقدروا ديروا واحد شويه، عندكم بودره ديال البصل فحتى تقدروا ديروها كتعطي واحد اللذه اللي هي زوينه بزاف. فانا حكيت هنايا فص واحد ديال الثومه. صافي، من بعد غادي نخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها كيف ما غادي تلاحظوا معايا بهذا الشكل. هنايا بعد ما كملت كيف ما كتلاحظوا معايا، فخديت هنايا هاد الكراطه درت عليها البلاستيك الغذائي اولا السلوفان، باش هكا كيسهل عليا انني نهز الدجاج بكل سهوله. من بعد كندهن يديا مزيان بشويه ديال الزيت باش هكا ما كتلصقش ليا هاد الكفته ديال الدجاج في يديا، وهذا هو القوام اللي خصكم ديرو كيف ما كتلاحظوا معايا. فكتبقاو كتضيفوا لا شابلور حتى كتحصلوا على هاد القوام اللي كيجي هكا شويه رطب. من بعد كنبدا هكا كنقرصها كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نديرها على شكل مستطيل، وغادي نديرها شي شويه السمك ديالها يكون غليظ. فحاولوا ما ترققوش باش هكا كيجيوكم هاد لي نوغيت ديالكم زوينين بزاف. غادي نوريكم ان شاء الله السمك ديالو، فهو هذا كيف ما كتلاحظوا معايا كيجيو شويه غلاضين. صافي، من بعد غادي نبدا كنقطع كيف ما غادي تلاحظوا معايا بهذا الشكل. فإلا كنتو اخواتاتي غادي ديروها الطريقه اللي كيجيو على شكل هكا بولو، فكتبداو كتقطعوا هكا المستطيلات اللي كيكون الشكل ديالهم اولا الحجم ديالهم قد. فانا هنايا غادي ندير 4 ديال القطع. وبالنسبه للدجاج اللي كيبقى ليا فغادي نشكلو ان شاء الله بطريقه اخرى بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يديروا هالطريقه.
وهنايا باش يجيني الشكل ديال البولو فخديت هنايا الكاس وكنحاول هكا نزول هذاك الفوق ديال هاد الكفته ديال الدجاج بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا، باش هكا كيجيني الفوق كيجيني هكاك مدور. فطريقه اللي هي سهله بزاف كيف ما كتلاحظوا معايا، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الكميه ديال 4 ديال القطع بنفس الطريقه كيف ما غادي تلاحظوا معايا. من بعد خديت هنايا هاد العود ديال الشواء، الا عندكم دوك الاعواد ديال الكلاص فكديروهم، فانا هنايا العود ديال الشواء فخديته وقسمته على النصف، ومن بعد كنبدا نديرو بهاد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. فكتحاولوا هكا تدخلوا حتى النصف باش هكا كيبقى قابط لكم هاد لي نوكيت ديالكم وما كيتحيدش لكم من طبيعه الحال. صافي غادي نخليهم في الجنب، وبالنسبه للدجاج اللي بقى عندي غادي نعاود هكا نسرحوا، وغادي نقطعوا هاد المره بهاد القطاعات. فكيف ما قلت لكم الا ما بغيتوش ديروا الشكل الاول فكديروا هاد الشكل الثاني، كتبقاو تاخذوا هاد القطاعات هادو ديال الصابلي. ومن طبيعه الحال الا عندكم هادوك القطاعات اللي على شكل ديال الحيوانات بالنسبه لوليداتكم فكديروهم، فوليداتكم غادي يعجبهم بزاف الحال الا حضرتوهم على اشكال هكا ديال الحيوانات الا عندكم هادوك الطوابع هكا. صافي دابا غادي ندوز معكم ان شاء الله نحضروا السلطه، باش هكا نحط السلطه كتكون هكا بارده، ومن طبيعه الحال هادوك لي نوغيت غادي نقدمهم سخان. فهنايا خديت ابلي هو دا خواتاتي القمح فخديته وسلقته هكا في شويه ديال الماء والقليل فقط من الملح. هنايا غادي نضيف ليهم هنايا واحد مطيشه اللي قشرتها وحيت ليها الزريعه ديالها، عندي هنايا فلفله خضراء، الا عندكم فلفله حمراء حتى هي ديروها. بالنسبه للفلفله فانا شويتها ومن بعد قطعتها كيف ما شفتوا معايا المربعات اللي هي صغيره. كنزيد عليهم هنايا علبه ديال الطون بعد ما صفيتها من طبيعه الحال من الزيت، وغادي نزيد هنايا المايونيز اللي كنحضر دائما منزليا بدون بيض، راني شاركتها معكم بزاف د المرات ولكن ما فيها بس نعاودها لخواتاتي اللي اول مره كيشاهدوا القناه. فكتاخذوا خواتاتي تقريبا واحد نص كاس ديال الحليب مع كاس ديال الزيت، ومن بعد كتضيفوا عليهم قبيصه ديال الملحه شويه ديال البزار، وكطحنوا الكل بالطحان الكهربائي اولا بالميكسور ديالكم، وكا كتعقد لكم. كل ما كتضيفوا هكا الزيت كل ما المايونيز ديالكم كتجيكم عاقده اكثر، وفي الاخير كتضيفوا ليها واحد الكميه قليله ديال الحليب باش هكا كتخفوها واحد شويه، اولا كتضيفوا ليها من طبيعه الحال شويه ديال الخل ابيض وكتكون عندكم واجده بهذا الشكل. صافي هنا بعد ما خلطت السلطه فحطيتها هكا في الجنب ودزت باش نكمل هاد لي نوكيت. فخديت هنايا واحد الطبيصيل باش هكا يسهل عليا نخدم فيه، درت فيه حبه واحده ديال البيض، تقريبا واحد معلقه ونص كبيره ديال الحليب، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نحتاج من طبيعه الحال لا شابلور او الخبز المحمص المطحون. بالنسبه للطريقه فهي سهله، فكناخد هكا دوك داك بولو ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا، كنحاول هكا ندوزو مزيان في الخليط ديال البيض، ومن بعد كندوزو هكا كنفندو مزيان في لا شابلور. فإلا بغيتو حتى بالنسبه لاشابلور انكم تنسموها، الا عندكم بودره ديال الثوم وبودره ديال البصل فتقدروا انكم تنسموها، كيف ما تقدروا ديروا ليها حتى واحد شويه ديال الزعتر، فبصراحه كتجي من السماء كتجي زوينه بزاف. انا خليتها هكا بالمذاق ديالها الطبيعي. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، دائما كندوز في الخليط ديال البيض ومن بعد في لاشابلور، ونتلقى بكم ان شاء الله باش نكمل معكم الوصفه. صافي بعد ما كملت فخديت هنايا الزيت وضعتها هكا على النار حتى سخنات مزيان، ومن بعد غادي نوضع فيها هاد لي نوغيت باش هكا خواتاتي باش يتقلاو. بالنسبه للبنات اللي ما غاديش يبغيو يقليوه فكتوضعوا هاد لي نوغيت ديالكم طبيعه الحال في لاطه ديال الفران اللي كديروا فيها ورق الزبده، ومن بعد كتدخلوه من الفران حتى كيطيبوا لكم وكيتحمروا لكم بنفس الشكل بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يقليوهم. صافي هنايا كنوضعهم في الاول على نار اللي كتكون هكا متوسطه باش هكا كيطيب ليا داك الدجاج. فكيف ما كتعرفوا الدجاج راه كيطيب بسرعه، حاولوا انكم ديروا نار اللي هي متوسطه وكتخليوا هاد الدجاج ديالكم حتى كيتحمر. ملي كيتحمر لكم من واحد الجهه فكتقلبوا للجهه الاخرى،
غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة ونحمرها ونتلقى بكم. كيف كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل ديال لي نوغيت اللي حضرت معاكم، فعلا كيجيو هائلين لا في المنظر ديالهم والمذاق ديالهم، فمش هيتكم اخواتاتي، ولكن راه كيجيو لذاذ لذاذين لواحد الدرجه ما تصوروهاش. ان شاء الله اخواتاتي اللي عندكم هكا صدر ديال الدجاج نوضوا حضرهم لوليداتكم وليكم حتى نتوما، اكيد غادي يعجبوكم بزاف. وهنا فقط بغيت غير نوريكم بالنسبه للاخوات الطريقه ديال التزيين، الا بغيتو هكا تزينو او حتى الا كنتو بغيتو تاكلوهم هكا بالكيتشوب او لا بالمايونيز، فكتبقاو كديروا لهم هكا الوجه ديالهم الفوقاني كيف ما كتشوفوا معايا، كديروا هكا في الكيتشوب او لا كتوضعوهم هكا في المايونيز، فحتى هما كيجيو لذاذين بزاف. وهذا هو الشكل ديال لي نوغيت، فبصراحه كيجيو هائلين بزاف. غادي نوريكم ان شاء الله من الداخل كيفاش كيجي باين فيهم هذاك الدجاج. داكشي علاش قلت لكم حاولوا انكم تخليو هكا السمك ديالهم شويه غلط باش كيجيوكم بهذا الشكل. صافي هنا غادي نحطهم ان شاء الله في الطبق ديال التقديم ونوريكم الشكل النهائي ديال الوجبه ديال الغداء اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى انها تعجبكم اخواتاتي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغداء اللي قدمت معكم اليوم، غداء اللي بصراحه كيجي هكا مشبع، ان شاء الله تجربوا لوليداتكم ولعائلتكم. فانا قدمت هكا ديك السلطه ديال الابلي، درتها هكا في واحد السليفه وقلبتها، درت عليها واحد الوريضه ديال القشور ديال المطيشه وشويه ديال الربيع، وخديت هكا حبه واحده ديال الطماطم اللي درتها على شكل هكا فراشات. فالا بغيتوا هكا نوريكم الطريقه اللي تزينوا بها بمطيشه خليوها لي في التعليق وان شاء الله نشاركها معكم مره اخرى. واللي نوغيت قدمتهم بهذا الشكل في الطبق، كنتمنى انه يعجبكم اخواتي. وهكذا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم، ما تنسونيش بلايكاتكم مشاركه الفيديو مع العائله والاصدقاء فضلا وليس امرا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع وصفه اخرى اللي تكون هكا وصفه بسيطه ولكن تكون ان شاء الله لذيذه بزاف وتجربوها لوليداتكم ولعائلتكم. كنقول لكم خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.